كانت وستظل مصر المدافع الأول عن القضية الفلسطينية والداعم لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، ولطالما سعت الدولة المصرية لتقريب وجهات نظر الفصائل الفلسطينية وتحقيق المصالحة لإنهاء الانقسام ورأب الصدع وتشكيل موقف وطني موحد يلبي طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة في حياة آمنة ومستقرة. وسجل التاريخ مساهمات عديدة للدولة المصرية في إنهاء الأزمات في المنطقة العربية وإعادة الاستقرار إليها، تكريسا لدور مصر العربي والإقليمي كدولة محورية في المنطقة العربية. وفي العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة واصلت مصر دورها التاريخي والسباق في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وقفت الدولة أمام مخططات التهجير القسري لسكان القطاع خارج أراضيهم لما يمثله من تصفية للقضية وتهديد للأمن القومي المصري، ونجحت في التوسط وصولا إلى هدنة إنسانية تم بموجبها تبادل المحتجزين والإفراج عن الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وما زالت مصر تواصل جهودها الدبلوماسية سعيا للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للأشقاء في القطاع. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني. أستاذ عبد المهدي، صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك معنا في هذا الصباح. صباح النور عليك يا رو وعلى جميع المشاهدين. أهلا بحضرتك يا أستاذ عبد المهدي، كيف تقرأ الأوضاع الآن على الأرض وكيف تسير الأمور من وجهة نظرك مع المناشدات الدولية ويعني الجهود الدولية والعالمية لمحاولات إيقاف هذه الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني وكذلك أيضا إمدادات أكثر بدخول المساعدات وتطبيق القرار الأخير؟ يعني كما تحدثت سابقا على شاشتكم أن هناك هدفا كان مخفيا، لكن الآن بعد أن صرح به نتنياهو أول أمس عندما تحدث عن أن الهدف أن هناك هدفا حقيقيا وهو الدفع للهجرة الطوعية من قطاع غزة، من الممكن أن نفهم الآن منهجية الاحتلال في التدمير والقصف في قطاع غزة. مصر أفشلت الهجرة القسرية منذ بداية اليوم الأول للحرب عبر عدة مسارات، منها موقف سياسي ومنها سحب ذراع التجويع أو سلاح التجويع الذي تستخدمه إسرائيل ضمن الأسلحة التي تستخدمها ضد قطاع غزة عبر تنظيم آلية المساعدات والضغط لإدخال المساعدات. في الحقيقة أن الوضع الميداني داخل قطاع غزة ينبئ عن مجاعة كما تحدثت أو كما أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا تطالب فيه الأمم المتحدة بإعلان قطاع غزة منطقة تتعرض لمجاعة، إضافة إلى الوضع الصحي المتردي والذي وصل إلى مستويات فقدان تقريبا كل الاحتياجات أو المستلزمات الصحية والذي يؤدي إلى زيادة حالات الوفيات حتى انتشار الأوبئة بشكل غير مسبوق، خصوصا مع دخول فصل الشتاء إلى المرحلة التي تكون فيها الأجواء شديدة البرودة ومع حدوث عملية النزوح من الشمال إلى الجنوب وحتى داخل جنوب قطاع غزة. لذلك من المهم لتعزيز صمود الفلسطينيين وإنهاء هذه المأساة أن يكون هناك هدنة تؤسس لوقف إطلاق النار الشامل، وربما ما سمعناه أن هناك مبادرة تم تقديمها للفصائل الفلسطينية وحتى للسلطة، هذه المبادرة رغم أنها ما زالت في طور التطوير إلى أنها مرتكز مهم من الممكن البناء عليه، وأنا أعتقد حتى الإدارة الأمريكية ستدعم مثل هذا التوجه عندما يتم تقديمه وتوافق الفلسطينيين عليه. من الممكن في هذه الحالة الضغط على إسرائيل لإيقاف هذه الحرب. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عبد المهدي مطوع المحلل السياسي الفلسطيني.